أهلاً أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب من منطقة طبرية حول البحيرة الجميلة، بحيرة يسوع المسيح. ما زلنا في التعليم على الجبل عظة يسوع الشهيرة، وطبعاً منطقة أو جمال هذه المنطقة روعة جداً، مما جذبت الناس كلها أن تأتي إلى يسوع لتسمع التعليم الفريد. إحنا منطل على جبل أربيل، وفي نفس الوقت هذا الوادي بطل على بحيرة طبرية أو بحر الجليل. حول هذه البحيرة علم يسوع وصنع المعجزات الكثيرة. حديثي في هذه الحلقة: أنتم نور العالم. ابقوا معي حتى نواصل هذا التعليم.